بعد دور مرمعات ماراثوني وده بيصعد وده بيخرج، وشفنا خروج انتر ميلان حتى ما وصلش لليوروبا ليج، ونزول مانشستر يونايتد لليوروبا ليج، ومجموعات ما كناش نتوقع انها صعبه وبقت مميته، مجموعات توقعنا انها تبقى صعبه وبقت عاديه. دور مجموعات كان مجنون، والنهارده جينا بقرعه دوري ابطال افريقيا لدور دوري ابطال اوروبا لدور ال 16 بناء على شكل بناء على صوت اللي باين اللي اتسحب منهم حالا. القرعه خلاص بتبدا، ويلا بينا نخش نشوف رد فعل على القرعه، وبعد كده نشوف راينا وتوقعاتنا في اخر حلقه. بس قبل ما نخش ونشوف رد فعلنا القرعه، ترى حد يوصل لكم زي نعمل لايك وعمل سبسكرايب اول مره تشوفني، وفعل الجرس عشان جاي الحلقات اول باول، ويلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في القصيه. ها القرعه تبدا. طبعا انا ما توقعتش، ما لحقتش اتوقع، فخلينا نشوف القرعه كده على طول يعني من غير توقعات، نشوف القرعه على طول. طبعا بتمنى ليفربول ما يقابلش حد كبير، يعني اتمنى ليفربول يقابل اشبيليا لا بورتو لا مين تاني ممكن يقابله، اشبيليا بورتو يعني الفرق، او مونشن جلادباخ مثلا، ما يقابلش اتلتيكو مثلا، ما يقابلش برشلونه، ما ممكن يقابل لاتسيو عادي. ما تمناش نقابل حد تقيل يعني في القرعه بتاع دور 16، يعني لسه خلينا دور الثمانيه. بس بتمنى ماتش ناري لبرشلونه بصراحه، بتمنى برشلونه يلعب باريس، يلعب سيتي، يلعب تشيلسي، وكده كده يلعب فريق تقيل يعني، فاتمنى ان هو يلعب فريق مش دورتموند، ما يلعبش دورتموند، يلعب فريق تاني غير ليفربول ودورتموند، يلعب فريق تاني بقى. طبعا الفاينل هيتلعب في اسطنبول في تركيا، ربنا بس يكملها على خير معاهم في تركيا فعلا، ما يعملش زي السنه اللي فاتت ناخد بقى منهم نلعب في غزل المحله وبني السويف وكده. بيتكلم ان مونشن جلادباخ اول مره تصعد للفاينل للدور 16 في تاريخها، تصعد من دور المجموعات دي، ده شيء كويس، ده شيء كويس، مفيش خبرات، فهتحط لنا مونشن جلادباخ، حط لنا مونشن جلادباخ في الجسم. هو مين اللي هيسحب القرعه؟ انا مش عارف بصراحه، معرفش مين اللي هيسحب القرعه. هو كان بيلعب تقريبا في دورتموند، يعني اللي باين من تشيرت ده كان بيلعب في دورتموند، مين بقى انا معرفوش. انجز يا عم دورتموند، انا زهقت بقالهم كتير عمالين يتكلموا في حاجات غريبه قوي، انجز يا معلم عايزين قرعه. جبنا ورقه وقلم علشان بقى ايه نكتب الماتشات كده في كل مباراه، نكتبها علشان ما ننساش اي حاجه. يعني بيفهموا القرعه للناس مش فاهم اول مره فعلا القرعه، بيقول لك ناس من التصنيف الاول هيلعبوا تصنيف ثاني، ما ينفعش بلد يعني فريقين من نفس البلد يقابلوا بعض حاليا، وما ينفعش فريقين كانوا مع بعض من في المجموعات يقابلوا بعض برضه، خلاص عرفنا. انجز يحطوا ميعاد للقرعه اللي هي تبدا الساعه 1، يخلونا القرعه نتفرج عليها او القرعه اصلا تبتدي 1 وربع، 1 وثلث، 1 ونص، يا معلم قول لنا 1 ونص خلاص، ليه العذاب ده؟ هتبدا بيسحبوا المركز الثاني، يلا ورينا. ورينا اول كوره، اول كوره. انا متوتر ليه؟ لان مفيش حد فارق ليا اصلا. انا ليفربول اول، انا متوتر ليه؟ اول كوره مونشن جلادباخ، يا رب. يا رب مونشن جلادباخ تجيلنا احنا ليفربول، يا رب. يا رب. اسحب كرة الاول ومين الاول؟ مانشستر سيتي. السيتي. مانشستر سيتي الاول. يا رب. كده اول مباراة معانا مانشستر سيتي و مانشستر سيتي ومونشن جلادباخ. لاتسيو. لاتسيو مش هيلعب دورتموند ولا يوفي، ممكن يلعب اي حد تاني عادي جدا. فلاعبين مباراه تانيه لاتسيو، انا حاسس ليفربول هيلعب، هيصطدم بالفيتي، هيصطدم ببرشلونه، انا حاسس. بس لاعب مين؟ لاتسيو هيلعب مين؟ لاتسيو هيلاعب باير منشن، الله اكبر الله اكبر، الله يكون في عونك يا عم لاتسيو، الله يكون في عونك. بيسحب الورقه على طول اللي بعديها الفريق الثاني. مين؟ اتلتيكو مدريد. ما تمناش ليفربول خالص، ليفربول يعني هيسيب كل الفرق، هيسيب كل الفرق وهيلبس لف اتلتيكو لبرشلونه، ربنا يستر ربنا يستر. ايه يا عم اتلتيكو هتقابل مين؟ مش هقابل ريال مدريد بس، ممكن اقابل اي حد تاني يا رب، استخدم بيوفي وتشيلسي ودورتموند بي اس جي، مش احنا مش احنا خالص.
أسطورة تشيلسي فريق كويس تشيلسي مش عيبان معاكم الحمد لله تشيلسي الذين فازوا الاتليتي بره فاز برشلونه وبس كده برشلونه هيقابل حد تاني يلا ماتش تشيلسي واتليتيكو ده ماتش رخم قوي نتكلم في الاخر ورقه لايبزيج لايبزيج دورتموند ولا لا باريس سان جيرمان شوف هيلاعب مين ليفربول مباراة من أرخم مباريات الليفر للأسف لا لايبزيج مباراة مش تقيلة قوي بس سهلة قوي برضه نتكلم في الآخر ما علينا اللي بعده كده أربع ماتشات طلعوا فاضل أربع ماتشات ورقة بورتو مش كانوا يجيبوا لنا بورتو مش كانوا يجيبوا بورتو راح يجيبوا لايبزيج بورتو هيلاعب مين بورتو شريس مثلا أنا أتوقعها باريس قول لي مين يوفي يوفي بورتو يوفي سهلة للدور بسيطة اللي تسعى للدور الثمانية يلا يا دونيستو كده خمس ماتشات ثلاث مباريات برشلونة بارسا يا ترى قابل مين برشلونة لا قابل لا دورتموند لا باريس سان جيرمان هنشوف هيقابل مين بيس جي تاني بيس جي تاني بمنتدى تاني ستة تاني كامبينو تاني مين اتمنى ماتشين يبقوا صعبين على برشلونة نتكلم في الاخر مين يا باشا قول لي مين بي اس جي قدام برشلونة يا نهار اسود يا نهار اسود يا رجالة البي اس جي ومبابي ونيمار والليلة وخلطبيطة في الصلصة مين ده؟ هو الورقة دي هتطلع وماتش تاني لحد خلاص الورقة دي هتطلع وماتش تاني خلاص اشبيليا لاعب دورتموند خلاص اشبيليا لاعب دورتموند ولاتسيو لاعب ريال مدريد خلاص اتحددت ايه ده؟ لا مش لاتسيو معلش انا اسف مدريد هيلاعب اتلانتا خلاص اتلانتا فريق ريال مدريد المهم الورقه خلصت تعال نتكلم في المباريات تعال نستعرض المباريات الاول قبل ما نتكلم في الفيديو او نتكلم عن المباريات بشكل مباشر تعال نستعيد تاني المباريات نشوف الفرقه هتلاعب مين في البدايه اول مباراه هتبقى سيتي ومونشن جلادباخ المباراه الثانيه لاتسيو وبايرن ميونخ المباراه الثالثه اتلتيكو مدريد وتشيلسي دي مباراه رخمه جدا 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 في مباراه بقى المباراه الرابعه لايبزيج وليفربول بورتو يوفي بارسا باريس سان جيرمان اشبيليا دورتموند اتلانتا وريال مدريد قرعه ممكن تكون متوازنه لبعض الفرق ممكن تكون صعبه لبعض الفرق اخرى وممكن تكون سهله لفرق اخرى اصلا تعال نتكلم بالترتيب مباريات مباراه هنتكلم في البدايه عن مباراه سيتي ومونشن جلادباخ سيتي ومونشن جلادباخ هي مباراه ممكن تكون بسيطة لجوارديولا بس جوارديولا ما يتفلسفش كتير لان مونشن جلادباخ شفناه قدام انتر وشفناه قدام ريال مدريد في المجموعات فريق رخي فريق بيتعب سواء في المانيا او في ارضه فريق هيرخم عليك ويتعبك شفناه حتى في مباراه شختار كسب تقريبا 4-6 حاجه كده فمونشن جلادباخ فريق الريزل فريق هيرخم على سيتي اول مره يصعد من دور 16 في تاريخه ولكن من الفرق اللي هترخم على مانشستر سيتي وربنا يستر وجوارديولا ما يخرجش بفتيحه من دور 16 يعني ويا سيتي ربنا يستر يعني المباراه تبقى رخمه على سيتي جدا مباراه تبقى شرسه ريتم المباراه يبقى سريع الالمان لا امان مع الالمان زي ما بيقولوا فانت خلي بالك قوي من مونشن جلادباخ لسه مباراه في شهر 2 يا عالم مصطفى فريق هيبقى عامل ازاي مونشن جلادباخ يا عالم مصطفى فريق سيتي هيبقى عامل ازاي بس بقول لك على المعطيات بتاعه دلوقتي مونشن جلادباخ يقرف جدا 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 مانشستر سيتي وممكن كمان يعمل منفذه كبيره ويزيح من دور 16 المباراة الثانية وهي بايرن ميونخ ضد لاتسيو والله يكون في عون انزاجي ولاتسيو بصراحة ان لاتسيو فريق ماشي كويس فريق بيقدم مستويات كويسة سواء في الكالشيو او في دوري الابطال بس انت بتلاعب بايرن انت بتلاعب حامل لقب بتلاعب الفريق اللي بيعرق شاي حد الفريق اللي كسب اتلتيكو مدريد المتكتل دفاعيا واللي افضل دفاع تقريبا في العالم او افضل منظومة دفاعية في العالم بيكسب 4-0 في الاليانز ارينا وبعد كده بيرجع يتعادل معاه في الواندا متروبوليتانو بالفريق الاحتياطي او فريق ناشئين فهانز فليك وبايرن ميونخ لا فريق رخم مش فريق رخم فريق مرعب
مرعب على لاتسيو. فريق لاتسيو هيتعب سواء في الاريانز او في الاولمبيكو في ايطاليا. فده بايرن اكيد فريق مرعب, فربنا يستر على لاتسيو ويخرج بس مش بخرجه بفضيحه يعني, يخرج كده في حنين. مباراة تالتة ودي مباراة قوية الأولى عندنا بدور 16 وهي مباريات مباراة أتلتيكو مدريد وتشيلسي. فريق هجومي بحت, فريق دفاعي بحت, فمين مين هيتفوق على مين؟ لامبارد ولا سيميوني؟ المباراة هتبقى رخمة سواء في الستانفورد بريدج أو في الواندا مونتيبريتانو. المباراة هتبقى رخمة سواء على أتلتيكو أو تشيلسي. تشيلسي لازم يظبط الحتة الدفاعية عنده, لازم يظبط خط الدفاع, لازم في يناير يدعم في خط الدفاع. بصراحة من وجهة نظري خط الدفاع من الأسوأ في الدوريات, فأنت الخط الدفاع بتاعك لازم تحسن. انت هتلاعب الناحيه الثانيه في اتلتيكو مدريد هجوم برضه مش سهل, هتلاعب كراسكو, هتلاعب جوا فيليكس, هتلاعب سواريز, هتلاعب ديكوستا. فانت عندك فريق صعب سواء دفاعيا او هجوميا. فانت عندك الهجوم برضه فيه عقم, شفناه في الاونه الاخيره فيه عقم في منطقه الهجوم, شويه يلعب بشلو, شويه يلعب بابرام, شويه يلعب بفيرنر. فانت عندك عقم في الناحيه الهجوميه وعندك مصيبه في الناحيه الدفاعيه. فبريستر على تشيلسي مباراه تبقى رخمه جدا 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 من قبل اتلتيكو مدريد او تشيلسي. تشيلسي فريق مع لامبارد بيقدم مستويات كويسه ونعم نوعا ما بينافس على الدوري لانه في تقريبا في المركز الخامس او حاجه كده, بس النقط فضل بينه بالاول ثلاث نقط تقريبا. فانت صعب, مباراه تقيله جدا, اول مباراه تقيله معانا بدور 16. فانت مباراه ما تعرفش تحدد مين فيها اللي لسه على دور الثمانيه, بس انا هحدد المباراه اللي كنت نوعا ما ما اتمناش ان انا نلعب الفريق ده, ليفربول ولايبزيج. المباراه الرابعه معانا ليفربول لايبزيج, مباراه تشوف كميه سرعات غير طبيعيه. لايبزيج مع نيجلزمان بيقدم مباريات عالميه بصراحه, سواء من ناحيه السرعات او من ناحيه التكتيك او من ناحيه الفريق اللي قدام اللي بيقرفه جدا. قدر يخرج مانشستر يونايتد من اي نعم شال مانشستر يونايتد في الاول ترافورد 5, بس قدر يخرجه من دوري الابطال اصلا اللي نزل يوروبا ليج. كان بيقرف باريس سان جيرمان, شفناه امبارح, شفناه السنه اللي فاتت في السيمي فاينل للتشامبيونز ليج. فلايبزيج فريق رخم. ليفربول, الغيابات اللي عنده هتأثر اكيد في ماتشات دوري الابطال وماتشات الشامبيونز ليج قدام فرق تقيله زي مثلا فريق زي لايبزيج او بطوله المانيا. فليفربول هيتعب, ليفربول لازم 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 في يناير قبل دوري الابطال يجيب مدافع تقيل, يجيب باول كوليباري, يجيب اوباميكانو, يجيب الاثنين مع بعض. فانت لازم مدافع تقيل يعوض فان دايك, حته بقى التلصيمه اللي انت بتعملها او الحته اللي انت ها يلا خلي بالك يا رجاله وهنلعب كده, وتنزل بقى مثلا لاعب شاب او تنزل فابينيو جنب ماتيب وتحاول انت تعمل حته خزعبليه او فلسفه من كلوب زايده شويه. فانت لا, لازم في يناير تجيب نص مدافع تقيل يسند دفاعك, لازم مدافع تقيل يسند دفاعك. وان شاء الله مع الغيابات اللي غايبه ترجع من جديد, ارنولد يبقى في مستواه, تياجو كانتارا يرجع مصاب يبقى في مستواه, جوتا ان شاء الله يكون راجع. فليفربول الفريق مش ضعيف برده, بس خط الدفاع بتاعه هو اللي هيقرفه نوعا ما شويه قدام هانز فليك وسرعات لايبزيج. بس ان شاء الله خير يعني, وهنشوف التوقع للاخر. بورتو يوفي, رونالدو الدون البرتغالي سيعود الى الاراضي البرتغاليه ولكن على ارض بورتو. المره دي بورتو هيبقى سهل سهل ليوفي. رونالدو بيحب المشاكل زي دي اللي هو بيهدي فيها كتير وبيساعد الفريق اللي معاه. دول تشارك مباراه نوعا ما بسيطه ليوفي, بس ده ما يمنعش ان ممكن تحصل مفاجاه, ممكن تحصل مفاجاه وتشوف يوفي بيخرج من دور 16 من بورتو عادي جدا. فانت خلي بالك يعني, انت هتخش مباراه مباراه سهله, مباراه بسيطه, مباراه في المتناول, لكن خالص ما تامنش المباراه دي نهائي سواء في ارضك في ايطاليا او في البرتغال. فانت يا معلم ايه ده كده, ظبط اوراقك, بيرلو يظبط اوراقه, يظبط صح, فكر صح, يلعب بالتشكيله الانسب, واكيد رونالدو هيعديك من بورتو. اقوى مباراه في دور ال 16, مباراه هنشوف فيها نيمار بيرجع للكامب نو, بنشوف ميسي بيروح حديقه الامراء, وممكن نشوف السنه الجايه بتشيت باريس في الملعب دوا, نيمار ومبابي قدام ميسي وديمبلي وجريزمان وانسو فاتي لو رجع يعني. وهو مباراه شرسه, انت بتلاعب سرعات في الناحيه الهجوميه عند باريس سان جيرمان, صعب 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 على دفاعك, دفاعك اللي فيه لومبلي, نص ملعبك اللي فيه بوسكيتس. فانت لازم تلعب بديست بقى ناحيه مين ده, كومان مش عارف هل كومان ممكن يقال اصلا قبل دور 16 في دوري الابطال؟ الله اعلم, الله اعلم, ممكن كومان يقال, ممكن كومان يكمل, لان برشلونه الشكل اللي احنا بنشوفه او الحاجه اللي بيقدمها بنشوفه بيها
صعب برشلونه يعني صعب يجاري باريس سان جيرمان. يعني برشلونه مش عارف يجاري في الدوري ليفانتي والافيس وقادش والفرق دي، مش عارف يجاري الفرق دي، هيجاري باريس سان جيرمان؟ الله اعلم، الله اعلم بصراحه. لكن مباراه صعبه جدا 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 على ليفربول، على برشلونه بصراحه. برشلونه الله يكون في عونه بقى، الله يكون في عونه ويكون في عون جمهوره. المباراه بصراحه صعبه جدا 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 على برشلونه. المباراه اللي محدش هيتفرج عليها اشبيليا ودورتموند، ممكن تكون مباراه متكافئه، ممكن تكون مباراه متكافئه بعد ما دورتموند خلاص مشى لوسيان فافر وجاب المساعد بتاعه هو اللي يمسك، وعلى طريق على طريق بايرن، ونشوف بقى دورتموند اللي بيحاول مع المساعد بتاعه يتثبت زي هانز فليك. الله اعلم، بس دورتموند مستواه مش واقع، مش حلو، بيخسر من شتوتجارت 5 وحاجات كده. يعني دورتموند وشبيه تقريبا بنفس المستوى، اللي بتيجي هنا المساعد لوسيان فافر مش عارف اسمه ايه. بس انا من وجهه نظري المباراه متكافئه نوعا ما، ما تقدرش تتوقع مين، بس انا برضه اتوقع في الاخر يعني. بس المباراه متكافئه ومحدش هيتفرج على المباراه دي من الاساس. اتلانتا وريال مدريد، ريال مدريد شفناه بيعاني قدام شختار دونيست، شفناه بيعاني قدام بروسيا مونشن جلادباخ. فاتلانتا اكيد مع جاسبريني هيتعبوا، سواء في ستيكو برنابيو اللي هو هيفتح قبل دور 16، او هناك في بيرجام مع اتلانتا وجاسبريني. جاسبريني عنده سرعات شرسه جدا في الناحيه الهجوميه. هل الاداء اللي شفناه من ريال مدريد بتاع اتلتيكو مدريد الاسبوع اللي فات ينعكس دور الابطال ويعمل اداء كويس بتاع اتلانتا ويصعد من دور 16، ولا اتلانتا ممكن ترخم عليه وممكن تعمل مفاجاه شرسه وتخرج ريال مدريد؟ ده اللي هنعرفه. بس المباراه هتبقى مش سهله من وجهه نظري، من وجهه نظري المباراه مش هتبقى سهله جدا على ريال مدريد، وممكن تبقى سهله والله اعلم يعني. بس المباراه ما اتوقعش ان هي تبقى بسيطه ومباراه كده في المتناول ريال مدريد، لان جاسبريني واتلانتا هيفوز زي ما عرفوا ليفربول في الانفيلد كده السنه دي، والسنه بدري برده في دوري الابطال بيقريبوا فرق كتير وخرجوا فرق كتير. فربنا يستر على ريال مدريد وزيزو. ودلوقتي حان وقت التوقع. اول مباراه معانا ما بين مانشستر سيتي ومونشن جلادباخ. خلاه يصعد لدور الثمانيه هو مانشستر سيتي عادي يعني. كنت فاكرنا اول بروسيا مونشن جلادباخ، صح؟ مونشن جلادباخ سيتي. المباراه الثانيه معانا وهي لاتسيو بايرن ميونخ. ومين هيصعد؟ بايرن. مين هيصعد؟ بايرن يا عم، يلا عدي بايرن هيصعد لدور الثمانيه من لاتسيو. تتهزر. نيجي للمباراه بقى، هي مباراه من اصعب المباراه اللي انت تتوقع فيها، اتلتيكو مدريد وتشيلسي. وانا توقعي هو صعود اتلتيكو مدريد لدور الثمانيه، ولامبارد ورجالته هيريحوا السنه دي من دور ال 16. المباراة اللي انتماء نوعا ما هيأثر عليها في التوقعات، مباراة لايبزيج وليفربول. مباراة تبقى مش سهلة تماما، مباراة تبقى صعبة جدا سواء على لايبزيج أو ليفربول. بس أنا إن شاء الله مع رجوع الغيابات، مع رجوع اللعيبة المصابة وكل الكلام ده، هشوف ليفربول مغير. فأنا توقعاتي هي صعود ليفربول لدور الثمانية، وما نكررش اللي عملناه السنة اللي فاتت أتلتيكو مدريد، ونصعد وبطل قلة أدب يا لايبزيج، واحترموا فريق كبار زي ليفربول كده. المباراة اللي على الورق هتبقى في المتناول وسهلة جدا لليوم، ولكن على ارض الواقع ممكن تكون مباراه من اصعب مباريات دور ال 16، فمباراه يوفي وبورتو. توقعي انا يوفي هيطيح بورتو ويصعد لدور الثمانيه. برشلونه وباريس سان جيرمان، مباراه صعبه، مباراه مش سهله تماما، مباراه هنتكلم عليها تاني في شهر 2 بعد ما نشوف مستوى فريق هنا ومستوى فريق هنا. هنتكلم اكيد تاني على المباراه دي في شهر 2، بس نتكلم في الوقت الحالي المعطيات الحاليه. باريس سان جيرمان اتقل من برشلونه بكتير. باريس سان جيرمان اتقل من برشلونه بكتير في الوقت الحالي. هل كومان هيقدر يصلح حاجه في برشلونه ويخلي وندي الند لباريس سان جيرمان سواء في حديقه الامراء او كامب نو؟ الله اعلم. بس انا شايف في المعطيات الحاليه ان باريس سان جيرمان هيصعد من برشلونه باريحيه للاسف. برشلونه اللي كان بيبقى مرعب سواء لباريس، لبايرن، ليفربول، لاي حد، السنه دي بقول لك ان هتبقى صعب على جميع برشلونه تخرج من دور 16. بس انا من وجهه نظري وتوقعاتي باريس سان جيرمان هيصعد لدور الثمانيه. المباراه اللي هتبقى تحت المسمى اللي محدش هيتفرج عليها مباراه اشبيليا ودورتموند. وانا من وجهه نظري ومن توقعاتي دورتموند هيكمل في دوري الابطال، اشبيليا هيودع ودورتموند هيصعد لدور الثمانيه على حساب اشبيليا. والمره دي اشبيليا مش هينزل يوروبا ليج. اخر مباراه معانا وهي اتلانتا وريال مدريد. ومباراه زي ما قلت لكم، مباراه مش هتبقى سهله على ريال مدريد، مباراه مش هتبقى سهله على اتلانتا، مباراه مش هتبقى سهله في سانتياغو برنابيو ولا في بيرجامو ستاديوم. فبصراحه مباراه
التوقع فيها نوعا ما صعب، بس هنمشي مع المنطق ونمشي مع الواقع، واتوقع ريال مدريد يصعد على حساب اتلانتا، وممكن تحصل مفاجاه الله اعلم، بس ده توقعات ريال مدريد هيصعد على حساب اتلانتا. بس هو ده كان رد فعلي ورايي في القرعه، وكمان توقعاتي في الوقت الحالي. ممكن شهر 2 توقعاتي تتغير الله اعلم، بس ده كان توقعاتي ورايي في الوقت الحالي. قول رايك انت في القرعه في الكومنتس، قول لي كمان توقعاتك من صعدين لدور 8 في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب كمان واشترك وفعل الجرس لاول مره تشوفني عشان يجيلك كل جديد. وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام والدسكربشن تحت، وامشي على فيسبوك تويت على تويتر. وجاب معكم صبا، شكرا على الجايه، سلام.